عند الاطلاع على الإحصاءات لدينا في الدول الخليجية يجينا بعض الذهول من كثرة عدد الزواجات اللي للأسف تنتهي بالطلاق خصوصا في السنوات الأولى منها. والسبب؟ السبب غالبا طبعا يا علي بيكون بناء قاعدة هشة للعلاقة بين الزوجين، وأخطاء بالبداية قد تكون غير مؤثرة ولكنها في النهاية تؤدي إلى طريق مسدود وإنهاء الزواج بالطلاق، وعدد قليل منا يستطيع ترميم هذه العلاقة والاستمرار والعيش حياة سعيدة. صحيح، لذلك لأهمية هالموضوع احنا اسمحوا لنا أن نستضيف عندنا في الاستوديو لينا رباع، طبعا مديرة أو مدربة تنمية بشرية. أهلا وسهلا يا لينا. أهلا فيك، طولت علينا هالمرة. نعطيتكم لتقولوا لي. أهلا وسهلا. طيب أول نقطة قبل ما ندخل بتفاصيل العلاقات والشراكة، كيف ممكن الشخص ذكرا أو أنثى أنه يختار شريك حياته أو الشريك المناسب؟ خلينا نقولها أول شيء مهم القبول. لما بقعد مع الشخص يكون في قبول، يعني يكون في كيمستري بيني وبين هذا الشخص. ما عم أقول الحب تبع أول نظرة روميو وجولييت، بس على القليل يكون في قبول، لأنه هيدا الكيمستري لو ما كان موجود من أول مرة ما رح يجي بعدين. اثنين، بده يكون في توافق فكري اجتماعي ثقافي مادي عمري. هيدول نقاط كتير مهمين انها تكون متوافرة لما انا بدي اختار شريك حياتي. مهم يكون في وفق مع الاهل، لاني انا عم بناسب عائلة ما عم باخذ بس شخص، فمهم اتعرف على اهل هيدا الشريك وانه يكون في وفق بيناتنا. بحس هول هن النقاط الاساسيين، وبلس اني لما بدي حب بعقلي وبعدين بقلبي لحتى أختار الشخص الصح، مش بس بعقلي لأنه نحن منا ماشينز، وبرضو مش بس بقلبي عشان ما أفوت على يعني أفوت بالحيط، فأعرف أعمل بالانس بين العقل والقلب. هيك بكون عم بختار ببني الأساسات بطريقة صحيحة. شو رأيك دغري؟ والله أنا معاها الصراحة، القبول شيء جدا مهم أستاذة لينا. بس لو قلنا الآن صار الزواج، وجد القبول طبعا قبل ذلك، ما هو مفتاح نجاح أي علاقة زواج ناجحة؟ الصدق بين الكابلز، الاحترام، هيدي بتيجي بدرجة أولى، بعدين الحب. هي يعني قال سبحان الله تعالى بكتابه الكريم وجعلنا بينهم مودة ورحمة. صحيح، فالمودة والرحمة هي الأساس أنها تكون موجودة بين هيدول الكابلز. بلس لازم يكون طبعا في مشاركة، في تعاون بين الاثنين، لازم يكون في تنازلات من قبل الطرفين. يعني غلط أنه التنازلات تكون من طرف واحد، لأنه إذا نحن بمركب بدنا نجدف يمين ويسار ليمشي هالمركب، بينما لو التجديف بس من طرف واحد انت عم بتدور حوالين نفسك فما رح تتقدم، يد واحدة ما تصفق. بالضبط، فلازم التنازل يكون من قبل الطرفين. ولازم كمان يكون في مثل ما قلنا تعاون ومشاركة، لازم يكون في كلام حلو يتقال، الكلمة الحلوة مفعولة مثل السحر على الإنسان. إجا جوزي تعبان من شغله، يعطيك العافية حبيبي، شافني تعباني مثلا مع الأولاد أو بالبيت وهيك، إنه مش قلي ما أنت قاعدة بالبيت طول اليوم شو عم تعملي؟ يعني هيدا الكلام بيقتل ثلاث أرباع النساء اللي عم يحضرونا. فالمفروض إنه لا، يعطيك العافية، مش معنى إنه أنا قاعدة بالبيت ما عم بشتغل معناها إنه أنا طول اليوم حاطة إجر على إجر وقاعدة. ما أنا أكيد البيت يعني ما عندنا نحن ماجيك ستيك، هي عملت لك كل شيء، هي اللي طبخت وهي اللي نظفت وهي اللي غسلت وهي اللي درست الاولاد، فانت يو هاف تو ابريشيت. يعني الكلمه الحلوه مفعوله فعلا مثل السحر، هيدا شيء كثير مهم. بلس في نقطه كثير مهمه انه نحافظ على الاون سبيس، يعني مش شرط انه نحن تزوجنا فخلص صار حب امتلاك، يعني صار اجري على اجرك بكل خطوه، لا، ما الواحد بده يتنفس كمان شوي، ما علي لو طلعنا مع اصحابنا، يعني ما بيأثر، انا اطلع مع صحباتي يوم لحالي، هو يطلع مع اصحابه، يعني ما فيها شيء، مش لازم الكتر الخنقه لانه فعلا بتضايق وبتأدي لمشاكل كثير كبيره. والله يا لينا انت قاعده تفندين المسلسلات الخليجيه والعربيه. فعلا، لانه هيدا مجتمعنا، ما هي المسلسلات والافلام عم تعكس واقع، صح. لانه نحن هيدا مجتمعنا. على طار الواقع، الجزء من الواقع المهم احنا عرفنا ودأبنا عليه حتى من ابائنا امهاتنا اجدادنا جداتنا، حتى ولو كان اسلوب تقليدي ولكنه ناجح في غالبيه الاحيان، اللي هو التعايش هو اللي يولد الالفه والمحبه وجزء من هذا. انا ماني انسان تقليدي، لكن هل التعايش مهم؟ يعني هل التعايش يجلب السعاده ويجلب الالفه ويجلب الموده والرحمه وكل ما سبق؟ شو قصدك بالتعايش؟ يعني
مثلا لما هي. بيعيشوا مع بعض بيتكيفوا اكثر، بياخذوا على بعض. أوكي. العشره اللي بتصير بيناتهم اكيد اكيد، يعني لما الواحد بيعيش مع يجيب سوري بيتس على البيت ويعيش مع ادب يتعلق فيه، فما بالك لو عم تحكي عن هيومن بينج، عن بني ادم، فاكيد بيكون في عشره بيناتهم، بيكون في مثل ما حكينا موده ورحمه، وهيدا الشيء يعني مزبوط عاشوا عليه جدودنا ونحن عشنا عليه، بس بيختلف من جيل الى اخر لانه المجتمع تغير، حياتنا تغير، مسؤوليات الحياة صارت أكثر، ضغوطات الحياة أكثر، فعشان هيك صار لازم يمكن نحن نشتغل على الموضوع أكثر لحتى نقدر نحافظ على هيدا البيت، لأنه زمان ما كنا نسمع نسب الطلاق اللي نحن عم نسمعها هلأ. صحيح. ليه؟ لأنه ما كان عن جد الإنسان مضغوط لهيدا الدرجة، ما كان عليه كل هيدا الاسترس اللي عم بخليه خلاص مش طايق حاله يعني، فهيدا الشيء أكيد بيأثر. طيب أستاذة لينا، بالنسبة لموضوع الخلافات، طبعا الخلافات هو شيء لابد منه، موجود في كل العلاقات حتى مش بس في الزواج، ولكن ما هو الطريقة، ما هي الطريقة أو ما هو التكنيك اللي إذا وجد ما بين الزوجين يستمر طبعا زواجهم لمدة أطول بالرغم من وجود هذه الخلافات والضغوطات؟ أهم شيء أنه نعرف نختار الوقت الصح اللي نتناقش فيه لنحل المشكلة. غلط إذا حدا من الطرفين معصب بلحظتها أنه نحن هلأ بدنا نحل، ما فيك تحل شيء بوقتها، لأنه النقاش لما يكون بوقت غلط بدي يؤدي لنتائج غلط وما رح تلاقي حلول، لأنه وقتها بدي يصير في قلة احترام، ممكن يوصل للشتم، للسب، لأحيانا التعنيف، فلا الواحد يعرف يكون ذكي ويختار الوقت الصح بالنقاش. بلس لازم يكون في نقطة مهمة، أني ما أدخل الأهل بكل المشاكل، أحاول أحلها internal. موضوع مهم جدا جدا مهم، أنه مفروض أنه نحن نحاول علاقتنا الزوجية تكون هيدا إلى قدسية، أحاول أحل مشاكلي internal. إذا المشكلة كتير كبيرة ما قدرت أنه أنا أحلها أنا وزوجي وقتها، أوكي الأهل موجودين سند لإلنا أكيد، بس مش أقل صغيرة وكبيرة بتروح بتقول للأهل، لأنه مثلا إذا زوجي زعلني أنا يجي يصالحني بكلمتين ويعترف أنه غلطان، بالنسبة لي خلص سمحته ونسيت الموضوع كله. أهلي ما رح ينسوله أنه هو زعل بنتهم، فكرمال هيك ما لازم ندخل الأهل بالموضوع. ونقطة كمان مهمة، غلط خاصة المرأة أنه على أقل دقرة بتتخانق هي وجوزها بدي أطلق. للأسف هلأ سايري هيدي الكلمة علكة فعلا صارت علكة، كل ما بنتخانق طلقني. لا، الطلاق مش لعبة، وغلط أنك تضلك تقولي له يا، لأنه ممكن تستفزيه بيوم من الأيام فعلا يطلقك، ومع أنه هي ثلاث أرباع النساء اللي بقولوها ما بكونوا قاصدينها، يعني بقولوها لمجرد أنها كلمة تمن، يعني مش دلع، هي عصبية يمكن. وبلس آخر نقطة مهمة بهيدا الموضوع، أنه غلط الخناق يكون قدام الأطفال، هيدا نقطة كتير مهمة. وبلس غلط ندخل الأطفال بالمشكلة أصلا، أنه نعملهم مرسال روحوا قولي لماما هيك، روحوا قولي لبابا هيك، هيدا كتير غلط. يا لينا إذا وصلت لمرحلة الإنجاب والأطفال الأمر سهل إن شاء الله، لكن إحنا قاعدين نتكلم على مراحل التأسيس. إحنا نعرف أنه دائما في العلاقة الزوجية أو في مرحلة تأسيس الزواج أنه فيه التعارف، فيه الخطوبة، فيه الملكة، بعدين الزواج، لكن إحنا عندنا نسبة مخيفة جدا أنه 40% من حالات الطلاق تتم قبل الدخلة، قبل الزواج، وهنا الكارثة، لأنه ما اتفقوا مع بعض، ما صار في توافق بين الاثنين، بالعكس يعني من قبل أحسن من بعدين. التوافق هو المشكلة ولا ما في صبر؟ هلأ كمان ما في صبر، حتى الأعذار كانت تافهة، يعني أنا أتصفح أحد الصحف قبل كم يوم كان سبب إنهاء علاقة لزوجين عربيين، أوكي؟ قال اكتشفت إنها ما تعرف تلعب ببجي، إيش العذر هذا؟ يعني سخافة، ما ملاقي اسم تاني أقول لك يا سخافة يعني، بس يعني كل إنسان عنده عقلاته، ما في كمان أنك تحكم كل واحد، الله يعينه على عقلاته، بس لا أكيد هيدا مش سبب منطقي لحتى يخرب بيت، لا. طيب هو صبر ولا عدم؟ عدم وعي كلها، هيدي عدم وعي، عدم إدراك، ممكن هن مش مستعدين أصلاً، ما في نضج أتوقع، ما في نضج وما في استعداد نفسي، لأنا يعني خطوة الزواج خطوة مهمة، فأنا لازم فعلاً أكون مستعد لها نفسياً، أنا بدي أفتح بيت، بدي أكون مسؤول عن امرأة، مسؤول عن بيت، عن واجبات اجتماعية، فمش كل، وهي ما خاصة فئة عمرية معينة، ممكن يعني حدا يكون عمره بأول 20 وهيز ردي، وحدا بآخر 30 ومش ردي، فهي ما خاصة بفئة عمرية معينة، حسب أنا أمتى مستعد إني أخذ هيدي الخطوة. حلو. طب ضمان استمرارية زواج سعيد لسنوات عديدة، إيش هو سره؟ سره إني أكسر الروتين،
ما اخلي الروتين يسيطر على حياتي، يعني ممكن اعمل اكتيفيتيز هيك مشتركه، اكسر الروتين بيني وبين جوزي، اني اسافر مثلا، اني اعمل الاقي هوايه مشتركه بيني وبينه ونمارس الهوايه مع بعض، ممكن نروح نعمل رياضه مع بعض، نسبح، نرقص، نحضر سينما، نلاقي هوايه مشتركه، نخلق جو حلو بيناتنا، مش مجرد مسؤوليات واجار البيت ومدارس الاولاد ومدري شو، لا يعني يكون في حياه بين الزوجين، حياه حلوه، هدايا، كلنا بنحب انه نحن نتلقى هدايا يعني دائما لازم الواحد يشتغل على انه فعلا يطور ويحافظ على الحب اللي موجود، الاهتمام، الرعايه، انه نقسم المسؤوليات، هيدي كلها اكيد بتقرب الكابلز من بعضهم. وكمان هذه ممكن تخلق جزء من هيكله اعاده العشره الزوجيه، الاستقرار، كذا، تجديد الحب. تجديد الحب اكيد، بانه نكسر الروتين مثل ما قلت، يعني نكسر روتين الحياه، انه نسافر، نعمل شيء جديد ما عملناه قبل، ممكن بعدين بعد مثلا مرور فتره كبروا الاولاد، تجوزوا، ما بقى للكابلز غير بعض، فبصير الاهتمام والرعايه لبعض اكثر، بدل ما كان مقسوم بين البيت وبين الاولاد وبين الشغل، خلص طلعوا ريتايرد مثلا، عم بحكي انه لهيدي الفئه العمريه، انه بينا امنا هيك، فبتلاقي صار ما بقى مثل العرسان، رجعوا لانه خلص هن الاثنين رجعوا تفرغوا لبعض اكثر، صار ممكن يسافروا لحالهم، ممكن يهتموا بعض، يطلعوا دينر لحالهم مثلا، مش غلط، هيدا كله شيء حب وشيء اساسي وشيء بحافظ على الحب وعلى الاستمراريه الزواج، اكيد ان شاء الله بطريقه صحيحه وسليمه ان شاء الله. طبعا احنا نضمن ان شاء الله ونتمنى لكل الازواج في العالم، سواء كانوا صغارا ام كبارا ام مقبلين على الزواج، انه الله يوفقهم ان شاء الله، الله يوفق الجميع أكيد، ويطولوا بالهم على بعض، لأنه بفهم ضغوطات الحياة صارت كتير كبيرة، بس استل الواحد لازم يتحمل الشريك حياته، خاصة لو كان بيستاهل هيدا الشريك، يعني لازم يكون في كمان appreciation، أنه مش أنا بقدم وإنت أخش بتقولي لي شو عم تعملي، هيدا كمان بدمر، فلازم على القليل يكون في امتنان للطرف الآخر، أنه أنا مقدر كل اللي إنت عم بتقدمه. صحيح، دائما يقولون عايش وجامر وابتسم تمشي الحياة. مزبوط. شكرا لك. شكرا لك. ميرسي. شكرا لك، يعطيك العافية، مدربة التنمية البشرية. شكرا لك.